بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بتبسيط عبارة جذرية أي نحل هذا التمرين الذي يقول أ عدد حقيقي، حيث لاحظوا أ ماذا تساوي؟ جذر 2 ناقص بالداخل جذر 3 ناقص جذر 2 زائد جذر 3. هنا قال عين إشارة العدد الحقيقي أ، ثم أحسب أ مربع، ثم استنتج قيمة مبسطة للعدد أ. إذا ننطلق على بركة الله في السؤال الأول. قال إشارة العدد الحقيقي أ. هنا لو نلاحظ جيدا أبنائي، هذا عدد أكيد، كيف هو؟ عدد موجب، وهذا عدد كذلك موجب لأنهم تحت الجذر، لكن يوجد هنا بينهم ماذا؟ يوجد بينهم الناقص، لهذا لا يمكن معرفة طبيعتهم، لأن هذا موجب وهذا موجب، لكن هنا يوجد ناقص. لو كان هكذا لقلنا على الأ إنه عدد موجب بكل بساطة، لكن هنا يوجد الناقص. هنا ما علينا أبنائي إلا استعمال ما نسميه المرافق، يعني يصبح أ، عفوا نقول أ يساوي، ونضع خط كسر هكذا، ثم نأتي بعبارة الأ. لاحظوا جيدا، ها هي عبارة الأ، نلاحظ جيدا أبنائي، ها هي عبارة الأ، ونضربها في مرافقها. ما هو المرافق؟ نتابع جيدا أبنائي، المرافق هو هذا، لكن هنا نضع ماذا؟ نضع زائد، ونضع هنا خط هكذا حاضنة، وهنا كذلك حاضنة، وهنا هكذا، يعني قوس كبير. لاحظوا جيدا، لكن بما أن ضربنا في هذا المرافق علينا أن نقسم عليه. تعلمون أن المرافق يكون هنا في مفترق الطرق، إذا كان هنا ناقص نجعل المرافق فيه الزائد بهذه البساطة. هنا نتابع أبنائي ماذا سوف يحدث. إذا نكمل، عندنا خاصية درستموها أبنائي التي تقول أ ناقص ب في ماذا؟ في أ زائد ب تساوي لنا أ مربع ناقص ب مربع. أيضا أين هو الأ؟ ها هو أ ناقص ب، لاحظوا في ماذا؟ في أ زائد ب هكذا، على المقام لا نتحدث عليه لأنه هو المرافق اللي هو الزائد هنا بكل بساطة، هنا زائد ليس ناقص. الآن المقام نعرف إشارته، لأن الآن أصبح المقام موجب، لا جدال في ذلك، لأن هذا موجب لأنه تحت الجذر، وهذا موجب لأنه تحت الجذر، وبينهما عدد، بينهما الزائد، إذن المقام قد قضي أمره. بقي لنا البسط، كيف نكمل معه؟ نقول تساوي، ثم نجعل خط الكسر هكذا، ونبدأ نقول مربع ماذا؟ مربع الأول، هذا مربع اللي هو 2 ناقص جذر 3 هكذا أبنائي، مربع ناقص الب مربع اللي هو هكذا جذر 2 زائد جذر 3 تحت الجذر هكذا، الكل مربع على ماذا؟ على المرافق اللي هو 2 ناقص جذر 3 الكل تحت الجذر زائد ماذا؟ زائد 2 زائد جذر 3 هكذا. نكمل العمل أبنائي نقطة بنقطة حتى نصل إلى الحل المضبوط. تصبح هنا تساوي، ثم نضع خط الكسر هكذا حتى لا تخطئ الأمور، ونكتب. إذن عندنا بما أن نربع هذا سوف يذهب الجذر هذا كليا، لأن التربيع يذهبه. تصبح 2 ناقص جذر 3 ناقص ماذا؟ ناقص 2 زائد ماذا؟ جذر 3. نتابع جيدا هكذا. عندنا على ماذا؟ على المقام الذي هو يبقى كما هو، اللي هو 2 ناقص جذر 3 زائد هكذا 2 زائد جذر 3 تحت الجذر. يمكن أن نكمل الآن يساوي، ثم نضع خط الكسر هكذا، وندخل الناقص على هذه، وننزع هنا هكذا، يعني تصبح هكذا، إلا أن قلنا ندخل الناقص يصبح هنا ناقص وهنا ناقص. ماذا يحدث؟ أنه هذا يذهب مع هذا، يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا ناقص 2 في جذر، لاحظوا 3، لأن هنا يبقى لنا ناقص، لاحظوا ناقص جذر 3 وناقص جذر 3، يعني كم من جذر 3؟
اثنان مرات إلا أنه ناقص. على ماذا؟ على اثنان ناقص جذر ثلاثة الكل تحت الجذر زائد ماذا؟ زائد اثنان زائد جذر ثلاثة. ها هي القيمة التي توصلنا إليها، قيمة الـ آ يعني إشارة الآ. الآن نلاحظ أن هذه القيمة أبنائي، تابعوا جيدا، هذه القيمة التي تلاحظونها هنا لأنه يبحث عن الإشارة، قيمة موجبة لأنه جذر زائد الجذر، وهذه قيمة كيف هي؟ قيمة موجبة لكن كليا سبقت بالناقص، إذا قيمة سالبة. ومنه ماذا يمكن أن نقول؟ ومنه نستخلص هذه القاعدة هنا، إذا نقول ومنه آ عدد كيف هو؟ حقيقي، إلا أنه كيف هو إشارته؟ سالب، بهذه البساطة أبنائي. قد تعلمنا إشارة الآ، يعني ضربنا في شيء يسمى المرافق. الآن بعد ما تحدثنا عن إشارة الآ، نأتي إلى الآ مربع. الآ مربع هنا أبنائي، لحساب الآ مربع أكيد سوف نربع هنا، ونأتي هكذا ونربع هنا، يصبح إنه الجداء الشهير رقم اثنان، أو المتطابقة الشهيرة رقم اثنان، التي تقول آ ناقص ب الكل مربع يساوي لنا آ مربع زائد ب مربع ناقص اثنان آ في ب. الآن ما علينا، ها هو الآ، هذا هو الآ ناقص ها هو البي، يعني التقريب، لأن حيث هذا ليس هو الآ الذي نتحدث عليه، قانون فقط. يصبح آ مربع يساوي لنا اثنان ناقص جذر ثلاثة الكل، لاحظوا جيدا هنا تحت الجذر الكل مربع، زائد البي مربع اللي هو اثنان زائد جذر ثلاثة تحت الجذر هكذا الكل مربع، ناقص ضعف الجداء اللي هي ناقص اثنان، لاحظوا اثنان ناقص جذر ثلاثة في ماذا؟ في اثنان زائد جذر ثلاثة، هذه بينهم الفي. يصبح ماذا؟ يصبح آ مربع يساوي لنا هذا، أن لما نربعه الجذر، لما نربعه قلنا ماذا يحدث له؟ أنه يذهب الجذر، يذهب الجذر، معناها تصبح اثنان ناقص جذر ماذا؟ ثلاثة. وهذا كذلك ماذا يصبح لنا؟ اثنان زائد جذر ثلاثة، لأن الجذر يذهب. ونلاحظ ماذا سوف يبقى لدينا هنا أبنائي، لاحظوا ناقص الجذر في الجذر، يبقى لنا الجذر، يعني يصبح هكذا كل، هكذا عفوا نسيت الاثنان، ناقص اثنان في، وندخل هكذا، ويصبح هذا الجذر، هذه القيمة اللي هي اثنان ناقص جذر ثلاثة، لأن الجذر في الجذر، يدخل الجذر مع في داخل الجذر مع أخيه، ليس مثل الزائد في ماذا؟ في اثنان زائد جذر ثلاثة، هكذا أبنائي. الآن قلت الجذر زائد الجذر، لا 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 يدخلان مع بعضهما، لكن الفي يصبح هذا العدد في هذا العدد الذي بالداخل، هذه خاصية من الجذور، حيث ما بداخل الجذر أكيد يكون قيم، كيف هي؟ قيم موجبة بكل بساطة. الآن ماذا سوف يحدث أبنائي؟ سوف نلاحظ أنه يمكن أن تحدث أشياء، نلاحظ أن هذا يذهب مع هذا مباشرة، يصبح آ مربع يساوي لنا أربعة، نلاحظ ناقص اثنان في. عندنا هذا مكتوب كذلك على آ ناقص بي في آ زائد بي، لاحظوا آ، لاحظوا ها هو آ ناقص بي في ماذا؟ كذلك في آ زائد بي، يعني الآ المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة، معناه يعطينا مربع الأول اللي هو أربعة ناقص مربع الثاني اللي هو الثلاثة، يصبح آ مربع يساوي لنا أربعة ناقص اثنان في جذر واحد. ومنه ماذا ينتج؟ ينتج هذا العمل، نتابع جيدا، ينتج أنه آ مربع يساوي لنا أربعة ناقص جذر واحد، هو واحد ناقص اثنان، ويساوي لنا اثنان. إذن النتيجة النهائية التي تحصلنا عليها من حساب الآ مربع أبنائي هي
اثنان. اذا نكتب هنا تساوي اثنان. اذا هذه هي قيمة الا مربع، لاحظتم بكل بساطة. الان نأتي الى السؤال الاخير، قال اعطي او استنتج قيمة مبسطة للعد ا. لاحظوا، نقول لدينا ماذا لدينا من الأجوبة السابقة؟ لدينا أن آ مربع وجدناه كم؟ وجدناه اثنان، وهو قلنا كذلك أن الآ سالب تماما من السؤال الأول. لاحظوا، ها هو السؤال الأول سالب تماما بكل بساطة. ثم عندنا ماذا؟ الآ مربع وجدناه اثنان. إذا ماذا يمكن أن نقول؟ نقول فإن ماذا؟ إذا لدينا آ مربع يساوي اثنان، أي ماذا؟ والآ عدد حقيقي، يصبح آ يساوي لنا ماذا؟ جذر اثنان، أو الآ يساوي لنا ناقص جذر اثنان، لأن القيمة مربعة تساوي يا إما الجذر أو ناقص الجذر. لكن آ عدد كيف هو؟ سالب تماما. إذا بما أن السالب تماما، ماذا يمكن أن نقول على هذه القيمة؟ نقول مرفوضة. لماذا مرفوضة؟ لأن الآ سالب. إذن ها هو القيمة آ. إذن ومنه آ يساوي ناقص جذر اثنان بهذه البساطة. يعني كل هذا العمل الذي كنا نعمله، هذه القيمة كليا أبنائي تساوي ناقص جذر اثنان فقط. وفي الأخير، أتمنى قد أعجبكم الشرح، وزوروا صفحتين لي وصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.